لا تزال مشكلة انقطاع مياه الشرب في أغلب أحياء مدينة جدابيا مستمرة بالرغم من وصول خطوط مياه أمام الأحياء، إلا أن أسباب توقف المشاريع باتت مجهولة للمواطن، وذلك بعد الوعود التي أعطتها المؤسسة الوطنية للموارد المائية للسكان العام الماضي. نسب الإنجاز في هذه المشاريع تفوت جلها من 60 إلى 90% إلى 80%، هذه كل مشاريع قطاع المياه في جدابيا. طبعا التوصيلات الفرعية كل يجب أن يعلم الجميع بعد الخطوط الرئيسية تبدأ التوصيلات الفرعية، وهذه التوصيلات هي التي تضمن وصول المياه لسكان حي الفلوجة وكذلك حي دمشق. المشاريع التي خصصت لها الحكومة الملايين من الدينارات لم يستفيدوا منها المواطنين القاطنين في أغلب أحياء مدينة جدابية، مما جعل الناس مضطرين لشراء المياه بأسعار عالية في ظل أزمة السيولة وتوقف المرتبات في جميع القطاعات. نحن من حي دمشق وسكان حي دمشق ولنا سنتين والفلوجة جيراننا بين هالطريق نحن وياهم، أنا ولنا سنتين نجارة ونكروا في المية بالسيارات بسبعين وثمانين، مشينا للعميد البلدية ومشينا للبلدية ومشينا لجميع اللجان اللي نشكو له يقولوا لنا باهي وحاضر ومشينا من باهي لحاضر، ونحن قاعدين عطاش في وسط حي ما نبو غير مية بس ما نبو شيء. مشينا للمقاول ورانا العمل اللي داير لقيناه عمل ممتاز وقال حاضر مستعد تعطوني يوم ولكن كمل الكم، لكن الشركة بتاع المياه والصرف الصحي ولا اللي تابع النهر ما بوش يحلوا لنا على الموضوع. مدينة جدابيا والتي تعتبر مغذيا رئيسيا لباقي خزانات النهر الصناعي غربي وشرقي البلاد، لا يستطيع المواطن الحصول على المياه في منزله نتيجة تعطل المشاريع والمشاكل الداخلية التي تعاني منها المؤسسة الوطنية للموارد المائية مع الشركات المنفذة والحكومة، مما تسبب في عرقلة حياة المواطن اليومية في الوقت الذي يحاول المواطن جاهدا إيجاد تفسيرا لهذه الإشكاليات من جهات الاختصاص. لقناة ليبيا الحدث، أحمد جمعة.